قدم البنك الدولي أمس بطنجة تقريرا عن التنمية العالمية لعام 2023 بعنوان المهاجرون واللاجئون والشركات، وجاء تنظيم هذا اللقاء الدولي بشراكة بين البنك الدولي ووزارة الاقتصاد والمالية المغربية وجامعة عبد الملك السعدي، حيث قدم العرض لمحة عامة عن التنقل في عالم اليوم مع تسليط الضوء على عواقب التغيرات الديموغرافية على المنافسة العالمية وتأثير تغير المناخ على العوامل الاقتصادية للهجرة. جامعة عبد الملك السعدي كتستضيف اليوم واحد اللقاء جد مهم كينضموا البنك الدولي ووزارة الاقتصاد والمالية، وكيشاركوا فيه خبراء من الصعيد الوطني ومن الصعيد الدولي. هذا الحوار كيمر حول الهجرة والمؤثرات او لا الاسباب ديال الهجره. كيف ما كتعرفوا الاسباب ديال الهجره هي متعدده، هناك الاسباب اللي عندها علاقه مع الاقتصاد، اسباب ديال الحروب، ودابا الاسباب المهمه اللي ولات كتبان خصوصا في افريقيا هي الاسباب اللي عندها علاقه مع التغيرات المناخيه وندره المياه.